دخيلك يا أخي مالي غيرك. خير شو في؟ إخواتي راح يذبحوا بعضهم بالبهكة وأنا مالي غيرك بعد الله تروح تلحقهم قبل ما يصير شي. مين من إخواتك؟ جابر وجواد. شو؟ جابر وجواد؟ سلم جابر سلم. أنت ليه سامحك تصلي وراي؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم وقفل ها؟ قلت لك أم وقف بدي أخذ حق أبو قعود منك يا خاين. جواد أنا بعمري ما كنت خاين ولا حخون. والشي اللي سويته مع مرت أخوك شو بتسميه؟ مرت أخوك كذابة. جواد كف بلاك عني أنا ما بسخى فيك. ما بتسخى فيني؟ إيه يا أنت اللي مقتول. من كبرك بدي أشرب وأنا اللي قال بعرف أبو قعود لسه ما خلقها وانا اذا ما خسرت العار ما تيشرفني. جواد جواد اخوك بريء. وانت شو عرفك بالقصة وشلون دريت انه بريء؟ ببلش بريدك بعدين بثبت لك شلون دريت بالقصة. كرمال الله عقيد لا تتدخل لحنا اخوي بعض ولا تعدني الا واحد منكم. اذا كان جاي مشان جوازتك من اختي عفاف اطمن مالك نصيب عنا وهذا الموضوع بنحكي فيه بعدين. لا سيدي هلا بدنا نحكي. بدي حط بزمتي انا في وراي حريم قاعد بلا لف ودوران. احكي شو قصدي؟ شو قصدي يعني تقبرني؟ ام بيني اشكرك اذا ما بتعرف جابر وين ولا بتعرف تروح على البايكي وحسيت انك ما وافقت تتجوزها لشاهر وين بدها تكون راحت يعني؟ افهمها لحالك تقبرني. شو؟ يعني قصدي بتكون راحت لعند شاهر على البيت؟ يا باطل يا باطل اخي ابو دياب. ايه اخوك ابو دياب جاي وجايب معي عزرائيل حتى يخلص عليك ويريحني منك. ولك شو عم تساوي هون وليه؟ شو عم تساوي هون؟ جيت شوف العقيد وروحي لحق اخواتك قبل ما يذبحوا حالهم بالبايكه. انا معي فاضي يلا اطلعي معي يلا. مالي طالعه من هون مالي طالعه لحتى يجوا اطمن عليهم انهم بخير وسلامه. الله يوفقك يا اخي. لك اطلعي معي احسن لك ها احسن ما افوت اسحبك من شعرك. ياه بدك تفوت على بيت العقيد بغيابه وتسحبها من شعرها؟ لك انت عارفان مع مين عم تحكي ومع مين علقان؟ لك ماني سائل لا عنكم ولا عن العقيد تبعكم فهمانين؟ هذا الوقت فات على بيتنا وما في غير الحريم. يا غطة ومين انت ولانك تفوت على بيت العقيد؟ انا العقيد ابو دياب. اشي بهوي ولا تكون السلطان عبد الحميد ذات نفسه يا رجعك على بيتك محمد يا واطي فريد ولا افرد يا خالد الوطي عم يتهجم على بيت العقيد وما في جوا غير حريم. يا باطل ارفعك على روحك. شو في؟ ما في شيء ما في شيء. امشي معي على البضافة امشي يلا بسيطة. الكل يوم يا اهل حارة عياش. لك وكمان انا حارة عياش يا اخواتي. روح ابو دياب روح روح امشي روح روح. شو في؟ شو القصة؟ لك فات على بيتي بغيابي؟ انت يا اصابك صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. اخوكم جاي على نفسه يا بي. صغيرة عقيد صغيرة وحياة ابو فهد على الغاري لترك علي. لك يا اخي انت عقيد حاطك ومقامك عالي وتفهم الاصول، شلون بتفوت على بيت الرجال وما فيه غير الحريم؟ انا ما فتت الا لجيب اختك هالخاينه، ولا بدك يعني تركها ببيت واحد اجنبي حاطط عينه عليها وبده يتجوزها، لا والله اعلم شو في بينك وبينه. اول ما اشتغل كنت بتقدر تستنى العقيد ابو فهد ليرجع تتفاهم انت وياه، ثاني ما اشتغل اختك عفاف ما لها خاينه، وثالث ما اشتغل هي اختك مثل ما لها. لا ما انا اختي، انا تبريت منها وبدي اذبحها. شلون تبرد منه بدك تذبحها؟ اختك ما عملت شيء مشان تذبحها. ما عملت شيء؟ قال ما عملت شيء قال. يعني انت وهداك الواطي هلا شايفين حالكم قدام العالم ما هيك؟ يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. لك قول هداك ما في الشرف. بس انت انت كيف تقبلها لحالك؟ اه قال لي شلون؟ شاب مو قال لي شرف. شو؟ مو على بيتك
من دقيقكم وعين عليك بكل عمايلهم. جابر بريد، جابر اسرف من الخاين مقعود. ارجوك لا لا ماني ساكت. خليني مقعود وتجيب المصحف وتعرف علي يا جابر عمل معهد. برجع اخوك ما بتكذب. هي مو وقتها، هي انت حماك وانت خسرت اخواتك واهلك وناسك كمان راح يعوض. اسكت لا تضربني يا ابو دياب. وانتي من اهله يا ولد. تصبح على خير اكيد. تصبح على خير. من اهله. أنا بعمري ما فكرت فيكي مثل ما بيفكر الرجال بحرمه، مو لأنك مو عاجبتيني أو لأنك ما بتنحبي، لا،
أصلا أي رجال بهالدنيا بتمنى يكون عنده حرمة مثل حكايتك. بس العقيد الله يرحمه كان أغلى علي من روحي، وأنا بعرف قديش كنتي بتحبي ولسه أكي، وأنا ما تجوزتك إلا كرمال إجمعك أنتي وولادك ببيت أبوهم تكوني بحماية الله وحمايتي. فإذا كنتي حابة يكون مثل أي رجال وحرمته ونحن متجوزين على سنة الله ورسوله بيكون، وإذا بتحبي نعيش مع بعض مثل الجيران والحبايب أنا جاهز، بس هذا الشيء بضل سر بيني وبينك. عن إذنك. شاهر باطل. شو هالحكي؟ لك مشان تتركنا لحالنا نحن والخواريف وانت ترجع بنصاص الليالي، قلت لك خلي لي اجير هون ينام ويحرس الخواريف بس انت مرضي. لك انت ما سمعتيهم؟ ما حسيتي عليهم هن عم بيسرقوا؟ بلا حسيت. ليش ما صرختي؟ ليش ما عيطتي؟ شلون بدي عيط؟ فت وتربست علي وعلى اولادك الباب منيح لانه كانوا بدهم يكسروا ويهجموا علينا. يا رب مين تسرقوه؟ يعني بشي ساعة. وانت وين كنت لهلا؟ اكيد عندي هدية. اه لا لا شو كنت عندها؟ ماني عندها. لا ليكون مشاهد. افتحي يا اختي افتحي، انا اخوك يا ابو دياب. لا لا امتي افتحي يا عفاف لا تخافي. شو عطاوي هلقا؟ عمر؟ ايه عمر؟ بزهر انت دماغك خارين وانت خربت وياه. لك انا زمان مسني الساعة هاي. دخيلك يا مدام افتحي افتحي. انت مالك اخت عنا يا خسيس؟ مالك اخت عنا؟ عمر لا تغلط معي، انا جاي لعند اختي مشان تسامحني. شو شو جاي تساوي هو؟ سامحني يا اخي سامحني. شلونك عمر؟ أهلين عقيد. وين العقيد أبو فهد؟ مسافر. روح البيت أنت، بكون أمك وأختك لحالك. يلا روح عقيد بس. خلاص عمار خلاص، أنت روح وما عليك. أمرك جواد، أمرك عقيد. توكل على الله. افتحي مدام افتحي. تعوا يا ولاد تعوا. يلا فوتوا. يلا يلا. شو يا عمو؟ ليش ما جبتهم معك؟ اجوا لعندها اخواتها يا عمو. مين جابر وجواد؟ وابو دياب كمان. ايه وابو دياب؟ ايه يا عمو ابو دياب. راح لعندها مشان يصالحها وتطلب منها تسامحه. ايه الله يصفي قلوبهم على بعض. طالما جابر وجواد هني يصطفلوا. الله يبعث لك الخير. امين. سامحني يا اخي. الله يسامحك أخي.
سامحني يا كبير. سامحني يا عقيد. لا أخي لا، أنت الكبير وأنت العقيد. لا عقيد حتكون جابر، جابر قاعود أبو صياح. لا أخي لا، أنا هذا الاسم غيرته من اليوم ورايح محسوبك أبو شاهر. إي والله أنعم وأكرم، يا ريت كل الناس مثل عقيد شاهر. الله يقدرنا على مكافاته ورد جمايله. سامحيني يا أختي، بوس إيدك تسامحيني. أنا ظلمتك كثير كثير، بس يشهد علي ربي إني ما كنت بعرف الحقيقة. الله يسامحك يا أخي، الله يسامحك. عفاف أنا غلطت بحقك، سامحيني. ايه اختي اسمحي لنا. لا اخي، وين بدكم تروحوا بهالليل؟ ناموا عندي. لا لك اختي لا، العقيد ابو فهد اخذ على خاطره مني وما بصير نام ببيته، هو لسه مو مسامح. لا ايوه ايه والله، العقيد ابو فهد قلبه كبير وما يشوفكم عندي ويضرب اللي صار والله ليطير عقله. اختي يعني ما بيزعل اذا دري انه نمنع عندي بدون ما تاخذي اذنه؟ لا أعوذ بالله، قال يزعل. قال رضيتي عني؟ الله يخلي لي اياك يا رب. الله يلعن الشيطان، الله يلعنه. والله الواحد بدون اخواته واهليته ابي سوى نقلي. شرف اخي شرف، تفضل تفضلي ام دياب، خلينا نفوت لشوي. يلا يلا يا اولاد.